تعيش عائلة جندوز بمدينة برج بوريريج تحت الصدمة منذ الزوال يوم الجمعة بعد اختفاء غامض للفتاة أشواق صاحبة 13 ربيعا، ما جعل أهلها في حيرة مرجحين فرضية الاختطاف كون الفتاة تدرس حسبهم بطريقة جيدة ونتائجها ممتازة، كما أنها تعيش ظروفا عائلية مستقرة وعادية. التفاصيل مع عمر بوكطايا. باش مدات بنتي حتى حاجة، بنتي ما عندها تليفون، ما عندها فيسبوك نقولوا، ما عندها والو. بنتي ما كنت حاطة 10 ملايين في الدار هنا، يكون جات بنتي هربة كون هزت صوارد من بنتي مش تعهروا. بنتي هاي صغيرة في القامة تاعها صغيرة، بنتي ما عندك تصلي تصوم، ما عندي حتى مشكل مع بنتي. يعني بنتي خايفة من ظلها في الليل، في الليل ترقد وتنوض وتقول يا ماما راني خايفة، رقديني تحتك يا ماما. انا نطلب من السلطات، نطلب من الناس اللي راهم شافوا بنتي جيبوها لي، راني عندي غير طفله واحده. عيطت لي العجوز قالت لي فوالا بلي اختك ما كانش راح تشري ما ولاتش. قلت لها شوفي هنا بارك لكش ما عند صاحبتها، والله ما كانش جينا حوسنا ما كانش، رحنا لابوليس قال لك انا في شيناها ونطلب لي راي عنده، والله اللي شافها والله يتصل بينا راي لهاك تشوفوا في حالتها ما ماذا بكم في اسرع وقت.